سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم. نتمنى تكونوا بصحة جيدة واموركم مزيان وانتم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو هذا، فكيف شفتوا معايا هنايا واحد الكيك اللي كتكون معمرة بواحد الكريمة اللي كتجي زوينة وكتجي هائلة في المذاق وفي المنظر، في الشكل كتجي غزالة غزالة بزاف هاد الكيك. المهم غادي نخليكم البنات مع هاد المقادير وطريقة تحضير هاد الكيك هذا اللي كيجي زوين بواحد الكريمة. المهم غنبداو نحضروا الكريمة هي الاولى باش غادي نديروا هاد الكيك هذا. فغادي نحتاج تقريبا واحد الكأس كبير ديال الحليب، بيضة، الفاني ديال الزهر، جوج معالق ديال النشا، ومعلقه اولا جوج معالق ديال السكر سنيده على حساب الذوق ديالكم وعلى حساب الحلاوه، على واش كتبغيوها حلوه ولا ناقصه من السكر. المهم اول حاجه غادي ناخد اناء او كاسرول غادي ندير فيها داك الكاس الكبير ديال الحليب، غادي ندير فيها يسخن ليا غير يسخن، ماشي انه يفيد، غير ياخذ واحد درجه الحراره ديال السخونيه صافي نزولو من البوطه. فغادي نحضر دابايا، غادي نحطو فوق على النار تكون هادئه وندير معاه واحد شويه معلقه اولا جوج معالق ديال السنيده ونخليه هكايا يغي يسخن ليا صافي. هنايا غادي نحطو على جانب يسخن. المهم غادي ناخد هنايا واحد الزلافه غادي ندير فيها البيضه كيف شفتوا معايا، راني حتى القشور ديال الليمون حتى هما كتعجبني هاد النكهه ديال الكيك، فيها القشور ديال الليمون كيجي واحد النكهه زوينه مع الزا ديال الليمون. غادي ناخد ايضا جوج معالق ديال السنيده اخرين غادي نعملهم مع هاد البيضه هادي، وغادي نطربهم مزيان مزيان. غادي نطربهم دائما السكر على حساب الذوق ديالكم، ممكن انكم ديروا معلقه واحده في الحليب ومعلقه واحده مع البيض. هنا غادي ناخذ واحد شويه ديال الفاني او ساشيه ديال الزهر. المهم انا كتعجبني هاد الساشيه ديال الزهر، كتعطي واحد المذاق لهاد الكريمه مع الليمون، كتجي غزاله غزاله بزاف البنات، عرفتي كتجي واحد المذاق روعه روعه. المهم غادي نحرك هاد البيض مع السنيده مع الزا، غادي نحركهم مزيان صافي. هنايا غادي ناخذ داك الحليب غير سخنتو، ما تسخنوش البنات بزاف حتى انه يفيض لكم صافي. هنا غير انفوا غادي نطرب البيض مع السنيده، نطربو مزيان مزيان هكايا حتى انه يتميلونجا الخليط مزيان وهكايا يندمجوا مع بعضياتهم صافي. نزيد جوج معالق ديال النشا، هنا غادي نضيف جوج معالق ديال النشا على هذاك البيض. كيف شفتوا معايا هنا راني عابرهم ديجا حاطاهم في هاد هاد الليفه هادي. المهم نتوما البنات جوج معالق صافي، ونحرك هاد المكونات مزيان مزيان نحركهم، ومن بعد نضيف عليهم الحليب بشويه بشويه، نضيف عليهم الحليب باش انا البيض ما يطيبش ليا. نبقى على هاد الطريقه كيف شفتوا معايا كنحركهم، كنحاول انني ندمج هاد المكونات او هاد العناصر مزيان بحال هكايا حتى يندمجوا البنات صافي. ونبقى نزيد الحليب اللي سخنت بشويه بشويه صافي، ونزيد هذاك لوزيست ديال الليمون او القشور ديال الليمون حتى هما راه كيعطيو نكهه زوينه لهاد الكيك هذا او لهاد الكريمه اللي غادي نديروها في هاد الكيك هذا صافي. كيف شفتوا معايا راني حطيت الحليب على البيض وكنحرك مزيان صافي. غادي نرد هاد العناصر كامله اللي حركتها، غادي نردها الكاسرونه، غادي نردها هكايا طيب ليا. غادي طيب تقريبا واحد جوج دقائق غير نحس بها ان داك الكريمه بدات كتماسك ليا وبدات كتنسجم صافي، نزولها على البوطه. هنايا غادي ندير داك القشور ديال الليمون حتى هويا، غادي نزيدو على هذاك الحليب، وغادي نبقى كنحرك كيف كتشوفوا معايا، ما غاديش نهتم نتحرك باش ان هذوك المكونات هذوك ينسجموا مع البعض ديالهم ما يتكورش ليا النشا صافي. هنايا زدت القشور ديال الليمون، زدتهم هنايا في هاد الكريمه هذه، غادي نزيدهم ونبقى نحرك هكايا حتى ان نحس بداك الخليط بدا كيتماسك ليا صافي، نهدى من التحرك. صافي هنا البنات راه بدا الخليط كيف كتشوفوا، راه بدا
كيتماسك ليا محد وكيسخن داك الحليب مع البيض مع النشا كيبدا كيتماسك وكتحصلوا على واحد الكريمه عرفتي الرائحه ديالها غزاله وعرفتي طالع داك النسمه ديال الزهر والنسمه ديال القشور ديال الليمون غزالين غزالين بزاف. المهم البنات انا كنصحكم ديروا هاد الساشي هادي احسن من الفاني. المهم صافي كيف شفتوا معايا راه عقادت ليا الكريمه كيف شفتوها هي عقادت وراه داك السكر ديال الليمون راه ما درتوش كامل ديال الالزا خليت النص ديالو باش غادي نديرو نحضرو في الكيك. فهنايا الكيك البنات غادي نحتاج تقريبا واحد الكاس ديال الليمون كاس ديال السنيده كاس ديال الزيت راني واخا ما حطيتوش راه كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب البنات ما حطيتهمش ولكن راني نسيت ما حطيتهمش في المقادير هنايا وليني راني درتهم في الوصفه مع جوج ديال البيضات مع جوج خمارات مع القشور ديال الليمون وهذيك النكهه ديال الزهر اللي بقات ليا. ودائما الدقيق على حساب الخليط دائما الدقيق على حساب الخليط ديالنا. فهنايا غادي ندير هنايا جوج بيضات مع السنيده دائما ونطربهم مزيان. والبنات درت الحليب تقريبا كاس غير مملوء وكاس اخر ديال الزيت حتى هو غير مملوء ما كاينينش هنايا راني نسيت ما حطيتهمش ولاني راني غادي تشوفوني غادي نضيف الزيت وحتى الحليب حتى هو غادي نضيفه مع الليمون. فهنايا درت السنيده حتى هي درتها وغادي نخلط هاد المقادير نخلطهم مزيان هاد اللي هاد البيضات جوج بيضات مع هذاك الكاس ديال السنيده حتى انه يوليو بيضين ويولي القوام ديالهم كثيف ويوليو بيضين. صافي كيف شفتوا معايا راني ضفت هنايا المكونات كامله ضفت حتى الكاس الزيت كاس ديال الحليب كاس ديال الليمون بقالي الدقيق والساشيات ديال الخماره. فهنايا الدقيق راني مغرب له وحاطه هنايا في هاد الجبانيه غادي ندير نبدا ندير الدقيق بشويه بشويه. حاولوا دائما في الكيك ديالكم ما تستحطوش هكايا او تخويو الدقيق دفعه واحده دائما غير بشويه بشويه حتى نحصلوا على هذاك العجين اللي كيكون متماسك وكيكون داك العجين اللي كيكون ديال الكيك القوام ديالو شويه ما غاديش نديرو ثقيل ما غاديش نديرو خفيف. دائما كنخلي هاد الكيك هادي تجيني شويه خفيفه ما تجينيش ثقيله هكايا بالدقيق. فغادي نحرك هاد العناصر كامله غادي نحركها حتى انني كيف قلت لكم نحصل على واحد الخليط اللي غيكون انني مزيان وغادي نحس بداك القوام ديال الكيك راه زوين. صافي غادي نبقى على هاد الطريقه هادي حتى نكمل الخليط ديال الكيكه.
صافي كيف شفتوا معايا هنايا، راني حطيت هذاك الكيك، حطيته في هذا المول، القوام ديال الكيك حطيته في هذا المول هذا، ودرت هذاك الكريمه، درتها في واحد البلاستيك اللي كيكون غذائي او البوشادوي اللي عندكم. المهم انا ما عنديش البوشادوي، صافي درته غير في بلاستيك، وبقيت انني كنشكلو هاد الكريمه هذه، كنديرها على شكل مربعات، كنحاول انني نديرو على مربعات هكايا صافي. وغادي ندير الفران كيسخن لي على درجه الحراره تكون 180 درجه بهذه الطريقه. كيف شفتوا معايا البنات، راه كتجي واحد الكيكه اللي زوينه زوينه بزاف، بكريمه غزاله غزاله. واخا هذوك الكروات راني ما صيبتهمش هكا متقادين، ولكن انا كنحاول انني نقادهم. المهم نتوما الا كان عندكم البوشادوي فهو من الاحسن، فانا استعملت هاد البلاستيك هكايا بهذه الطريقه هذه. المهم انني نصيب الكيكه ديالي وصافي. المهم هنايا البنات، بعد ما خرجتها من الفران كيف شفتوا معايا، جات زوينه 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 بزاف. ديما الفران كنكون كيسخن على 180 درجه، وكندخلو كنشعل غير لتحت بوحديتو، ما نشعلش لتحت والفوق، غير لتحت بوحديتو حتى نحس بالكيكه عطات الريحه ديالها، عاد نشعل الفوق. صافي نخليهم هكا يتحمر. كيف شفتوا جات محمره من جناب وجات زوينه، وعرفت البنات المذاق والشكل روعه روعه روعه، وخصوصا المذاق ديالها بداك الكريمه ديال الزهر او النسمه ديال الزهر، راه كتجي غزاله البنات وكتجي خطيره البنات، تيقوني غير جربوها غادي تعجبكم. هكا هي كتحطوها في المائده تاع الافطار، ضروري كنحتاجوا شي حاجه حلوه صراحه. المهم البنات، نتمنى تعجبكم الفكره ديال اليوم، ونتمنى تعجبكم هذا الكيك هذا اللي كيجي زوين وكيجي عامر بواحد الكريمه، ما كيجيش ناشف. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو كيف دائما، ما تنسونيش من لايك ومن الدعم ديالكم ومن البارطاج لهذا الفيديو هذا، لانه كيستحق صراحه يتبارطاجا، ويستحق انه الناس يشوفوه. فنخليكم في امان الله.